لكم، أنا اليوم جيت نهضر لكم على زراعة الأكوابونيك. هي زراعة، هو نظام مزدوج. نظام أكوابونيك هو عبارة عن مزيج بين نظامين، الأكواكولتور والهيدروبونيك، زراعة الخضروات وتربية الأسماك. هي زراعة متكاملة توفر لك 90% من مصروفات المياه، وهي في نفس الوقت تستعمل نفس المياه لتربية الأسماك وإنتاج الخضروات. الفوائد ديالها يمكن نلخص الفوائد ديالها في 10 فوائد. توفير المياه، تستخدم فقط 10% استخدام نفس المياه، الاستغناء عن شراء الأسمدة، الأسمدة من فضائل الأسماك اللي هي الأمونيا التي تتحول إلى نيتريك ثم تتحول إلى نيترات. يمكن إضافة 12 إلى 13 عنصر لغذاء النباتات. الأسماك كتعطي بروتين كتغذيها، وهذه لديها فضلات، الفضلات كتصفى بفلتر ثم تذهب إلى النباتات بنوعين من الفلتر الميكانيكي يصفي الفضلات الصلبة، ثم فلتر البيولوجي فيه نوعين من البكتيريا تحول الأمونيا إلى نيتريك ثم إلى نيترات، ثم تذهب إلى النباتات وتمتص الأملاح، ثم ترجع المياه صافية، ثم تزود ذهابا بالأكسجين، ثم تضخها في الأحواض الخاصة بالأسماك، وهكذا تستمر العملية تسمى إيكوسيستيم. هذا المشروع هو أورغانيك 100%، يعني عضوي وصديق للبيئة. ارتفاع الإنتاج تقريبا 10 أضعاف. عندما تنتج 20 طن كيعطي من إنتاج طماطم كيعطيك 200 طن بدون أسمدة. مشروع واحد لا لإنتاج مزدوج، يعني إنتاج حيواني أسماك وإنتاج نباتي خضروات. عنده واحد النظام، هذاك النظام يعني بحال السيستم، بحال اللابتوب. يمكن تعديل النظام بسهولة وبعد دراسة قصيرة. يعني أنت قمت بتشتيل المعمل وبعد 3 أشهر اكتشفت أن هناك خطأ، يمكنك تعديله من الهيدروبوليك، يعني زراعة الأنابيب من العمودي إلى الأفقي والأحواض بالحجر. أي نوع يتناسب مع البيت، الزجاجي أو البلاستيكي، يعني أي بإمكانك تعديله مثل لابتوب. هناك أو أيضا فائدة أخرى، يعني في اليد العاملة، يعني اليد العاملة تقريبا ما كتحتاجهاش. يعني هذا كيتسمى فاميلي بروجكت، يعني مشروع عائلي، يعني يمكنك إدارته أنت بنفسك أو العائلة ديالك، يعني أفراد العائلة. يعني هو بحال السيستم، لا يحتاج إلى السيطرة وأيدي عاملة، يمكن لعائلة بإدارة عملها. سلبياته عالي التكلفة في البداية، ولكن تسدده بسرعة وتعوض. المسألة العلمية، هناك مسألة علمية، يعني الإنسان اللي غادي يدير هذه الزراعة يكون متمكن علميا، يعني ماشي أي واحد يجي يدير هذه الزراعة. يعني شي واحد يعني عنده مع هادشي ديال لا ميكانيك، هادشي ديال السيستيم لابتوب، يعني بحال شي يديريجي، يعني يسير له السيستيم ديالو، يعني بحال القياس البكتيريا، نسب الامونيا والنيتريك لكي تعطي الاسماك الغذاء الاساسي. هناك مراحل انتاج الاسماك ومراحل الاعمار، يعني كتشوف الاعمار كتطلب ثقافه علميه عاليه باش كتعرف على كيفاش كدير هاد الزراعه. اذا للاشاره، هناك حتى اللي ما عندوش مثلا ارض، فهاد الزراعه يمكن دير في الاسطح. اللي عنده مثلا مساحات شويه كبيره، مثلا 100 متر في الاسطح، يمكن دير في الاسطح، يعني على سبيل التجربه يمكن يجربها الانسان في الاسطح. يعني ما غاديش تقام غالية، واخا شوية فيها المصروف شوية، ولكن ماشي بحال. وكتعتمد بزاف على الزراعات الورقية، مثلا أنواع الخس، أنواع الورقيات مثل الجرجير، مثل حتى الطماطم، يعني الطماطم الطماط سوغيز. ذكرنا في مشروع زراعة الأكوابونيك الذي قلنا أنه نظام، هو مزيج بين نظام الأكوابونيك هو مزيج بين تربة من الأحياء المائية والزراعة المائية. تحتاج الزراعة المائية إلى مواد غالية الثمن لتغذية النباتات، وتتطلب تنظيف دوري للأنظمة، ما قد يؤدي إلى مشاكل في التخلص من النفايات. في الوقت نفسه تحتاج تربة الأحياء المائية إلى التخلص من المغذيات الزائدة في النظام، ما يعني الحاجة إلى إزالة نسبة من الماء يوميا. لذا لابد من التخلص من المياه الغنية بالمغذيات واستبدالها بمياه نظيفة وجديدة. إذن فالطريقتان فعالتان في إنتاج الأسماك والخضروات، وعندما تستخدم معا فإن الجوانب السلبية تتحول إلى إيجابية. فمثلا هناك جدول مشروعي، مثلا من يريد أن يقوم بهذا المشروع،
على سبيل المثال يعني المشروع أكوابونيك يعني فيه مشتل مثلا مساحة 1230 متر، منطقة الأسماك 1034 متر مربع. النظام المغلق يحسب على كمية الفضلات التي تحتاجها المزرعة المخرجة من الأسماك، كمية الأسماك المطلوبة حسب كمية الفضلات السائلة والثقيلة المطلوبة للنباتات، حجم الأسماك النهائي في النظام، وعدد الأحواض المطلوبة مثلا لهذا المساحة المزروعة 12 حوض، سعة الحوض 19 متر مكعب، كثافة التربة في المتر المكعب الواحد 45 كيلوغرام، حتى توفر لنا المواد المطلوبة للنباتات، الفضلات الثقيلة والسائلة. يعني الطاقة الإنتاجية للحوض الواحد عدا يعني عدا الخسائر مثلا كتعطينا 855 كيلوغرام خلال 6 أشهر من المنتوجات. تفصيل الحوض مثلا أعطانا 19 متر مكعب على شكل دائرة، يعني ومحبس مياه، محبس مياه على شكل أنبوب تي للتفريغ. كلفة الحوض الواحد مثلا احنا هنا مثلا المشروع داره بالدولار يعني 3616 دولار، هذا مثلا على سبيل الحصر. يعني شي واحد بغى يدير شي مشروع مثلا يقدر يعتمد على هاد الطريقة. وهناك طريقة أخرى مثلا يقدر يدير هذا المشروع كمشروع مصغر، يعني مصغر بيديره مثلا في الأسطح اللي عنده مساحة كتسمح له بزراعة بهذه الزراعة المائية، فيقدر يستعمله ويديره في الأسطح على سبيل يعني تجربة، يعني فلا بأس بتجربة في الأسطح أحسن. والسلام عليكم، أتمنى أن تكون هذا المشروع قد نال إعجابكم وقد استهواكم للتجربة.